زي ما انت شايف يا صاحبي، الشهر مش مشت، مش بمعنى الكلمه المشت ما بيمشيش في. بص الشهر، بص الشهر مليان تموجات وتجاعيد. بص الشهر طالع عين، بص المشت، المشت بيمشي فيه بالعافيه. زي ما انت شايف كده، هنبدا نحط التركيبه ونوريك كل حاجه. خليك معايا دلوقتي، هبدا دلوقتي احط التركيبه. هي بص الشهر، بص يا صاحبي، اول ما بحط التركيبه اللي بيحصل، بص الكريمه بتعمل في الشهر، الشعرية مكسرة ومموجة وطرحة في 60 داهية، ما بتتسرحش. بص أول ما حطيت بقى الكريم إيه اللي حصل؟ بص الشعرية بقت عاملة إزاي؟ اتغيرت 360 درجة. أول ما حطيت الكريمة اتغيرت 360 درجة. بص الشعرية بقت عاملة إزاي؟ بص 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 بقى، ما أحط حتة كريم قدام، بص بص ما أحطها، بص الشعرية عاملة إزاي؟ بص بص اللي يحصل، أقسم بجلالة الله الشعرية اتغيرت 180 درجة. بص الشعرية عاملة إزاي؟ فوق الحرير. بص بقى، الناس اللي قاعدة تقول لك فرد ومش فرد وكل الكلام ده، أنا صاحبي هثبت لك دلوقتي إن الشعرية مش فرد. أولا يا صاحبي، ده لو فرد بص مش هيخلي الشعر كده، كان زمانه حرق جلد الشعر من تحت، حرق فروه الراس. بص يا باشا، وده لو فرد، انا مش همسكه في ايدي بالطريقه اللي انت هتشوفها كده، مش همسك الكريمه دلوقتي بايدي واقعد افرك فيها كده. بص بقى، بعد ما نشط الشعر كويس جدا، بص بعد ما نشطها اللي هيحصل، نشطتها، بص فين التكسير اللي فيها؟ فين التكسير اللي فيها؟ ما فيهاش تكسير خالص، التكسير مش موجود بمعنى الكلمه. بص بص الكسر اللي قدام، المشط ما كانش بيمشي في الشعر قدام خالص. الناس بقى اللي تعالى بقى هنا بقى للناس اللي بتقول لك فرد ومش فرد. بص يا باشا، ده لو فرد، انا همسك الكريمه كده، لو خدها من المشط، بص بص اهي، وخد الكريمه من المشط قدامك اهي، تمام، هدعكها في ايدي بالطريقه دي كده، بص هدعكها في ايدي كده. ده لو فرد، انا هعمل كده في ايدي، يعني انا هبوظ ايدي وابوظ جلدي ده عشان خاطر ترند، تمام. انا ده لو فرد برضو، انا هدعك الشعر بالطريقه دي، ده كان زمانه حرق، كان زمانه عور فروه الراس. اقسم بالله جدعان، ده مش فرد، بلاش هبد، والله ما فرد، والله العظيم كان مره فرد. هغسل الشعر واوريك كل حاجه، واوريك راجع يقول لي. بص بعد ما الشعر اتغسلت، تمام، الشعر عامله ازاي؟ فوق الحرير. بص الشعر عامله ازاي؟ الشعر ما كانش بيتحط في مشط حرفيا يا ابني. بقى ما انت بتحاسب حرقان ولا اي حاجه من الكلام ده؟ لا. كان فرد ولا كل الكلام ده؟ الناس اللي بتقول فرد وكل الكلام ده؟ لا. زي ما انت شايف الشعر قدامك بقى، بص الشعر قدامك عامله ازاي؟ حط لك يا ابني على شعرك كده وشوف، ده لو فرد شعرك يبقى نايم كده. قدامكم يا جدعان كل حاجه قدامكم اهوت. اللي عايز التركيبه ده وعايز اي حاجه، سيب تعليق وابعت لي في الكومنتات.